السلام عليكم، كديرين؟ لاباس بخير. اليوم غادي نقدم لكم شهيوه شعبيه زوينه ومحتاجينها في هذه الوقيته، اللي هي البصاره بالفول. وكان انا كنزيد لها شي شويه جلبانه كنحتاجو في المقادير. بلا ما نطول عليكم، الفول هذا البلدي الصغير كنحتاجو، يعني جوج حفينات ديال الفول باليديكم. كنحتاجو حفينه ديال الجلبانه، كركوبه ديال الثومه، كنحتاجو شي جوج مزيودات ولا ثلاثه ديال السودانيه مليحه، غير شويه ما كنملحوش في الاول باش ما تجيش باسله، ومعلقه كبيره ديال الكمون، وزيت العود طبيعه الحال، والماء. اول ما اول حاجه كنديرو هي كنغسلو، نقيو الفول مزيان والجلبانه، نغسلوهم مزيان مزيان. كنديروا الفول والجلبانه بطبيعه الحال بعد ما نقيهم، نحيدو لهم ديك القشيرات الحجر اللي كاين تراب، نديروهم يتغسلوا مزيان مزيان، نغسلوهم شتي، نحكوهم مزيان مزيان، حيت كتكون فيهم واحد الماده باش ما كيغمالوش، ولا ما نعرفش من ديك الماده اللي كيديروا لهم باش كيحافظوا عليهم. كتغسليهم مزيان ديك الماده مزيان، وعاد كديريهم في الكوكوط. المهم دوزوا للطريقه من بعد. يلا غسلنا الفول والجلبانه، كنديروه في الطنجره، كنزيدوا عليها الماء باش غيطيب. شو معايا نقيتها، نديرو ديك المزيودات ديال السودانيه مليحه، كمون، كنديرو زويت عيش شويه، تقريبا واحد جوج معالق كبار صافي، وكنحطوه فوق البوطه يطيب على المهل. ومن بعد مره نحركو ونشوفو الى خصو الماء نزيدوه حتى يطيب، ومنين يطيب غادي نوريكم اشنو نديرو. ها هي دابا البصاره كتطبخ، ولكن باقا ما طابت، شوي عليها وينقصو عليها على المهل وخليوه. ها هي دابا منين طابت غادي نطحنها. ها دابا بالباتور، يمكن لكم تطحنوها نتوما بماكينه المطيشه، كنخلينا المزيودات باش كنطحن معاها كتجي حاره. نتلاقاو بعد ما نطحنها ونقدمها لكم في زليفه. بالصحه والراحه. ها هي البصاره ديالنا بعد ما وجدات، كنخويو في زليفه، نديرو زيت العود ونديرو الكمون، واللي بغى المليحه يزيد، وكنخلي واحد السويدينيه صحيحين، اللي بغى كيعاود يمعسهم في ديك المعلقه في زليفه وتياخذ. وبالصحه والراحه. يمكن لكم تقدموا مع خبيز مشوي ديال الزرع، كيجي انديليس صراحه. شربوا البيصاره وسخنوا مع راسكم وردوا عليا الخبار. وإلا عجبتكم الوصفه ديروا الجام وصابوني باش وبارطاجيو باش صحابكم يشوفوا هذه الوصفه. وبصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الماجي ندير لكم فتات الشطبه. يلا بصحه والراحه. الزهره ملي كتبرد كتجمد، يمكن لكم ديروها في طبيسيل بحال هكا، تخويو عليها زيت البلديه وترشوها بشي شويه ديال الكمون والسودانيه مدقوقه وشويه تحميره، وتقدموا بالصحه والراحه.